عقد المنتخب الصربي أمس الاثنين ندوة صحفية حضرها المدرب وبعض اللاعبين، وتحدثوا فيها عن الاستعدادات للمونديال والمواجهتين الوديتين ضد المغرب ونيجيريا تواليا. وأجمع المتحدثون في مقدمتهم كولاروف وماتيتش أن الأسود خصم مجهول ولا يعرفون عنه شيئا، حيث قال: كل ما نعرف عن المغرب أنه سيشارك في كأس العالم، وهو منتخب لم يسبق أن شاهدناه أو لعبنا ضده، عكس المنتخب النيجيري الواضح والذي نعرفه سواء طريقة لعبه وقوته من خلال اللاعبين الذين يمارسون في أوروبا ويتميزون بالمهارة واللياقة البدنية. هذا وقد بدأ الصربيون بصورة متكبرة واستصغار للأسود من خلال حديثهم، علما أن بعض اللاعبين يجاورون عدة محترفين مغاربة داخل الأندية الأوروبية ويتنافسون معهم على الرسمية.